صباح الخير مشاهدينا، وده معاد جولتنا الصحفية الصباحية والتي نتطلع فيها أهم الأخبار والمنشطات والعناوين التي تصدرت الصحف الصادرة صباح اليوم. ومعي في الأستوديو ضيفي للتعليق على أهم الأخبار التي سترد معنا في هذه الفقرة، ضيفي الأستاذ سليمان فؤاد، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية. أهلا بك معنا اليوم. صباح الخير يا أستاذ. صباح النور. طيب، يعني مشاهدينا نبدأ مباشرة من جريدة الأهرام، ونطلع القوات المسلحة تحتفل بالفرقاطة تحيا مصر وانضمام 8 مقاتلات F-16 وإخلاء قناة السويس الجديدة من الكراكات، واحتفالات شعبية بمحافظة الإسماعيلية. يعني أهم التفاصيل التي وردت بهذا الخبر. شوفي أستاذة أمنية، يعني دعينا نتفق، يعني عفوا أستاذة إيمان، أي أستاذة إيمان، نعم. دعينا نتفق أولا أن تسليم مصر الفرقاطة تحيا مصر أو بريم والمقاتلات الثمان مقاتلات أمريكية اللي هي F-16-52 ده كان صراع إرادات بعد 30 يوليو بين الدولة المصرية الوطنية وبين الغرب والولايات المتحدة الأمريكية. لماذا بقى؟ في النهاية هو المشروع الصهيوني. يعني هي مصر كانت نقطة الارتكاز، أو كما يطلقون عليه هي رأس الأفعى في المنطقة. كان علينا أن نقطع رأس الأفعى، ولكن المشروع الصهيوني فشل فشلا ذريعا ولم ينفذ المخطط، لأن لو سقطت مصر أنا أعتقد المنطقة بالكامل كانت ستنهار. الشعب المصري خرج في 30 يوليو وهو يونيو يحمل هدف واحد، هو القضاء على الدكتاتورية الدينية وبطش الإخوان. وهو يعلم تماما الشعب المصري إن التجارب الموجودة في العراق أو الموجودة في ليبيا أو الموجودة في سوريا وغيرها من دول المنطقة هي نتاج إن المشروع الصهيوني الذي تم الاتفاق عليه أولا بعد 2004 عندما قال الرئيس الابن جورج بوش وطالب بعدم دخول الرئيس السابق حسني مبارك إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كان المخطط الأول هو الدفع، يعني هم كانوا بيسألون أنفسهم لماذا بعد أحداث 11 سبتمبر ليه الطيارات أو طيارات العنف المسلح أو الجماعات الإرهابية ليه بتبقى إيه بتكره الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. بعض التقارير المراكز الأبحاث الأمريكية قالت إنها هذه الجماعات هي مضطهدة في البلاد العربية، لم يعطوها فرصة لكي تصل إلى المشاركة السياسية بشكل سلمي. وكل هذه التقارير صنعها المشروع الصهيوني، وللأسف الشديد صقور الولايات المتحدة الأمريكية البيت الأبيض والحكومة العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية انساق وراء هذا المخطط ودفعوا، يعني بدأ من 2004 لحد 2010 هو الدفع بهذه الجماعات، وكان على رأس هذه الجماعات الجماعة الإخوان المسلمين. جماعة طيب، يعني عفوا دعنا نعود مرة أخرى إلى افتتاح قناة السويس الجديدة. يعني وفقا لما ورد بهذا الخبر من التفاصيل، أهم التجهيزات الخاصة باستقبال السفن في قناة السويس الجديدة، هل من تجهيزات اتخذت لعبور السفن في هذه القناة؟ التجهيزات موجودة، يعني يمكن في عندما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في 6 أغسطس الماضي من العام الماضي بداية المشروع، كانت هناك حملة تشكيكات ضخمة جدا سواء من الغرب أو عصابة الإخوان أو أردوغان أو في قطر وقنواتها حول هذا المشروع. مصر لما أعلنت الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب من الفريق مهاب مميش صناعة هذا المشروع لمدة عام، يعني أعطى المدة عام لإقامة هذا المشروع العملاق العالمي. كان الكل بيشكك في هذا المشروع. كل التجهيزات والدراسات موضوعة بشكل، أنا يهمني في المقام الأول إيه يا أستاذة إيمان، أنا يهمني هو الإجراءات الأمنية. الدراسات موجودة، محور قناة السويس يمكن أنا من أوائل الصحفيين الموجودين في مصر اللي طالب باستغلال ده. الكلام ده كان في 2010 أيام حكومة المهندس أحمد نظيف بتنمية محور قناة السويس ودراسة النموذج الموجود في دبي ونقل هذا النموذج الموجود في دبي أو سنغافورة ونقله إلى محور قناة السويس.
الدراسات موجودة، المحور أو القناة ليست قناة لعبور السفن. هتضاعف عدد السفن دخل قناة السويس ما بين 5.5 مليار و5.4 إلى 5.5 مليار دولار، ستتضاعف بحلول عام 2023 ل 13 مليار دولار. المشكلة مش في الدخل أو عبور السفن، القضية كلها في تنمية المحور بقى، المشروعات العملاقة وإقامة مراكز لصيانة السفن ومراكز مالية عالمية ومحطات للبترول. يعني وسوبر هناك بعض ماركات. الأصوات طلبت بأن تتحول هذه المنطقة إلى مركز تجارة عالمية. ده منطقة تجارة عالمية. يمكن كل الدراسات اللي وضعتها مصر، يمكن أعلن عنها سياده الفريق مهاب مميش، قال لك ان دخل، وانا اعتقد خلال 5 سنوات يعني لما يستكمل مشروعات قناه السويس هيصل دخل هذه المنطقه لاكثر من 100 مليار دولار. هناك استعدادات مكثفه، 30 منصه تم بنائها بشكل يعني جيد جدا. هذا يقودنا الى الخبر التالي ويتحدث عن الترتيبات الامنيه. يعني دعنا نطالع مشاهدينا بالعناوين التي تصدرت الخبر الثاني فيما يتعلق بهذا الامر. نطالع من جريدة المصري اليوم، الرئاسة تطلب مراجعة خطط تأمين افتتاح قناة السويس الجديدة، والجيش ينتهي من بناء 30 منصة وإعفاء الوفود من رسوم التأشيرة، والداخلية تعزز قوات تأمين المجرى بألفي ضابط إضافي ومجموعات قتالية لتأمين الوفود. يعني تحدثنا منذ قليل عن الترتيبات الأمنية التي اتخذت، يعني هل لك أن تطلعنا عن المزيد من أحدث هذه الترتيبات التي اتخذت وآخر مستجدات التنسيق بين القوات الأمنية والجيش لتأمين حفل افتتاح القناة الجديدة وأيضا تأمين وجود الوفود؟ أنا زرت المشروع يمكن من حوالي شهر، كانت دعوة كريمة لمؤسسة دار التحرير. نعم. وكنت على رأس وفده وشفت الإجراءات الأمنية شكلها إيه. لكن الإجراءات الأمنية ستتضاعف بشكل كبير جدا، الفرقات الجديدة تحيا مصر، المقاتلات الرافال هتكون جزء من عمليات التأمين بداية من خليج عدن. نعم. يعني شوف التأمين هيصل منين، بداية من خليج عدن حتى قناة السويس. انت عارف حضرتك المشروع عمل ازعاج قد ايه للدول المعادية لمصر. هما مش متصورين ان المشروع ده تم، وبدأوا يشنون الآن حملة شعواء يقول لك ما الجدوى الاقتصادية للمشروع. أغبياء لسه عايشين في غيبوبة إن الرئيس السابق محمد مرسي أو المعزول أو المخلوع راجع، وهم بيتصوروا إن سقوط أو فشل مصر في مثل هذا المشروع هو سقوط للإدارة المصرية وسقوط للنظام المصري. التأمينات حسب المعلومات اللي عندي هتبدأ القوات البحرية بدأت بالفعل من تأمين من خليج عدن حتى قناة السويس لتأمينها تأمينا ضخما جدا بقوات إضافية من القوات الخاصة المصرية وقوات الانتشار السريع وقوات العمليات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية. احنا عايزين اليوم ده يعني بدعو ربنا ان يتم على الخير، وهيتم ان شاء الله على خير، بس لازم ننتبه ان هناك دول معادية بجد، دول بتكره مصر بجد، دول افزعها ان الشعب المصري والإرادة المصرية اقاموا مثل هذا المشروع في عام. انت عارف حضرتك الصحف البريطانية لما اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي اقامة المشروع خلال عام قالوا يعني الناس دي بتتكلم ازاي؟ ده المشروع ده بس عشان يعملوا دراسات فيه ويوفروا التمويل ليه مش أقل من 3 سنوات. طب يعني إذا كنت تتحدث منذ قليل عن أن الجميع لا يتخيل بناء هذا المشروع، يعني هل ممكن أن تطلعنا عن الظلال الإيجابية التي ممكن أن يحصدها الاقتصاد المصري جراء إجراء هذا المشروع، أو العملات الصعبة التي ممكن أن تدخل إلى خزانة الدولة ويستفيد بها الشعب المصري أو تستفيد بها مصر جراء هذا المشروع الوطني؟ شوفي يا أستاذة إيمان، خزائن مصر بدأت تفتح الآن. للأسف الشديد محدش كان قادر يكتشف مصر، أو كانت الحكومات السابقة بتتعمد أن تفكر هذا الشعب. أنت عارف حضرتك اليابان مجموعة من الجزر ومجموعة من البراكين، واكتشف الشعب الياباني اللي ما كانش عنده موارد، اكتشف أن الموارد عنده هنا، الموارد في الرأس. احنا اكتشفنا
احنا اكتشفنا ان الموارد عندنا هنا، بدأنا نستغل هذه الموارد. مشروع عندنا قناة السويس، يعني الناس بتستغرب ازاي المنطقة دي لم تتحول حتى الآن لمركز للتجارة العالمية. زي ما قلت لحضرتك سابقا ان القضية مش قضية عبور او عبور السفن من 22 ساعة الى 11 ساعة فقط، او زيادة دخل القناة 13 مليار دولار. المشروعات التي ستتم حول محور قناة السويس، انت عارف حضرتك كان في زيارة للوفد الصيني الايام السابقة لإقامة المنطقة الصناعية، اكبر منطقة صناعية في المنطقة في المنطقة العربية. روسيا الوفد الروسي، روسيا الآن بتسعى لإقامتها في مصر. مشروعات عديدة خاصة بصناعة السفن، إقامة مواني، صيانة السفن، مركز مالي عالمي. وما تنسيش حضرتك أن امتداد العاصمة الجديدة، المدن الجديدة اللي هي مدينتي والرحاب وغيرها، حتى القرب من المشروع الجديد ده فكر. يعني فكر اقتصادي، نامل ان يتحقق كل ذلك وان يتم انشاء كل هذه المشروعات. بس انا استاذه ايمان، انا محرر اقتصادي بقالي 28 سنه، عارف ايه اللي بيتم والنتائج الاقتصاديه التي سيجنيها الاقتصاد خلال الخمس سنوات القادمه، يعني ان شاء الله يعني باذن الله. يعني طيب، يعني مشاهدينا، اود ان اعقب على هذا الخبر بقرار وزير النقل والمواصلات لمشاركه المصريين في الاحتفال في 6 أغسطس المقبل بافتتاح مشروع قناه السويس الجديده. قرر ان يتم تشغيل القطارات العاديه المميزه والمطوره مجانا طوال يوم 6 أغسطس المقبل بالتزامن مع افتتاح القناه، هذا بالاضافه إلى مترو الأنفاق. يعني ننتقل إلى جريدة الوطن ونطالع خبر آخر بعنوان زيارة ابن سلمان تصيب الإخوان بالصدمة، وشباب التنظيم يعترفون فشلنا في ترميم العلاقات مع السعودية وإقناعها بمحاصرة مصر. يعني نتعرف منك في البداية، يعني كيف كان الإخوان يعولون على تصحيح العلاقات أو خطب ود السعودية مرة أخرى في العودة إلى الوسط السياسي مرة أخرى في مصر؟ يعني شوفي حضرتك، بعد وفاة جلالة الملك عبد الله خادم الحرمين الشريفين، وقفته الكبيرة والضخمة اتجاه مصر بعد ثورة 30 يونيو، جاءت إدارة جديدة. الملك سلمان كان له وجهات نظر أخرى، عنده مشاكل موجودة على الحدود مع اليمن بيسببها الحوثيين. هو حاول أو كانت النظرة السعودية أنه يجمع شمل التيار السني في المنطقة العربية. الإخوان يمكن استغلوا هذه الفرصة، كانت في زيارات متتالية للأمير تميم قطر المعادية لمصر، وأنا يمكن محتاجين حلقات وأنا عشان نشرح الموقف السياسي لمصر وإيه الأهداف السياسية التي تتخذها قطر في سبيل إقامة قطر الكبرى وإسقاط الدول الكبرى. هي نجحت بشكل كبير في إسقاط سوريا وإسقاط ليبيا، لكن لم تستطيع اختراق الدولة المصرية القوية. يمكن حاول الإخوان بقدر الإمكان عن طريق تميم والزيارة التي قام بها أردوغان إلى المملكة العربية السعودية، وطلب مساعدات عسكرية مقابل مساعدات اقتصادية مقابل المساعدات العسكرية، وحاول الإخوان الترويج لمثل هذه الزيارة. حتى بعد زيارة وفد حماس لما عمل عمرة وقابل جلالة الملك سلمان، الإخوان اتخذوا هذا المخرج وروجوا بشكل كبير جدا في كل القنوات التابعة للإخوان بأن هناك يمكن فتور في العلاقات المصرية السعودية، وأن المملكة العربية السعودية أعطت ظهرها لمصر وغيره. من حتى في داخل المملكة العربية السعودية هناك بعض الكتاب السعوديين بدأوا يهاجموا الدولة المصرية بشكل عنيف جدا. لكن هناك مقولة دولية أستاذة إيمان بتقول إن الدول ليس لها أصدقاء ولها مصالح، ولكن لها مصالح المملكة العربية السعودية، منذ الملك عبد العزيز
آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية يعلم تماما أن مصالح المملكة العربية السعودية مع مصر ومصالح مصر مع المملكة العربية السعودية وأي انقسام بين الدولتين هي ضربة قوية ليست للمنطقة العربية فقط ولكن للعالم الإسلامي أجمع. نعم. يمكن الملك نعم. عبد الله رحمه الله كان يعلم هذا. وزير الخارجية عادل الجوبير. يعني نتوقف هنا قليلا ونذهب إلى رمضان المطعني في محافظة الإسماعيلية. نعود مرة أخرى إلى حفل افتتاح قناة السويس. رمضان هل تسمعني؟ طيب يعني رمضان أود يعني أود أن أتعرف منك على آخر استعدادات محافظة الإسماعيلية لاستقبال الوفود العربية والأجنبية التي ستأتي إلى مصر لحضور حفل افتتاح قناة السويس الجديدة وأيضا آخر التجهيزات الخاصة بهذا الافتتاح. نعم رمضان آخر تفاصيل المشهد لديك. نعم بالفعل فور عبور البوابات الرئيسية لمحافظة الإسماعيلية تشعرون بتغير حقيقي في المحافظة بداية من الانتشار الأمني المكثف من قبل قوات الشرطة والجيش عن طريق الأكمنة الثابتة والمتحركة طوال الطريق وعند مدخل المدينة خصوصا وعند أيضا محيط قناة السويس الجديدة انتشار العديد من الأكمنة الخاصة بالقوات المسلحة لتفتيش السيارات الداخلة والخارجة في محيط المنطقة. نعم محافظة الإسماعيلية هنا أيضا تتزين بالعديد في من الطرق هنا المؤدية داخل المحافظة التي سوف يأتي منها الوفود التي سوف تذهب مباشرة إلى القناة الجديدة. تستطيع أن تري في التجديدات المستمرة في الطريق عن طريق زرع الأشجار وال النباتات والورود الخاصة على جانبي الطريق وأيضا تجديد الطرق وإعادة تجديدها مرة أخرى أيضا إلى جانب استعداد المحافظة هنا في شتى الأرجاء على عن طريق أيضا الصحة ومرفق الإسعاف بتجهيز الإسعافات وسيارات الإسعاف الخاصة بالمحافظة وغيرها أيضا ستنضم لمحافظة الإسماعيلية هنا لتغطية والطوارئ لحفلة السادس من أغسطس إن شاء الله وحفل افتتاح القناة. هي تجهيزات في محافظة الإسماعيلية على شتى المجالات هنا لاستقبال هذا الحدث الجلل الذي سيشارك فيه زعماء العالم من كل مكان. طيب يعني رمضان المطعاني جزيل الشكر لك على هذه التفاصيل من محافظة الإسماعيلية. نعود مرة أخرى إلى ضيفي مشاهدينا في الاستوديو الكاتب الصحفي نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية الأستاذ سليمان فؤاد. ننتقل بك وبمشاهدينا أيضا إلى جريدة أخبار اليوم ونطالع خبرا ردا على تعديل قانون المحكمة الدستورية. أحزاب تبحث عن مخرج لتحصين مجلس النواب من الحل وأسلوب التفاوض وعدد المقاعد وراء فشل القائمة الموحدة بين الجبهة وفي حب مصر. يعني آخر ما ورد إلينا من تفاصيل في هذا الخبر تعليقا على التعديل الذي أصدرته الحكومة المصرية مؤخرا تعديل تشريعي يقضي بعدم تقيد المحكمة الدستورية بفترة زمنية محددة للفصل في الدعاوى المقامة بعدم دستورية القوانين. وده يعني قال البعض أو ذهب البعض في تحليله بأنه بهدف عدم حل البرلمان القادم. يعني تعليقك على هذا الأمر. بص يا أستاذة إيمان البرلمان القادم مهم جدا جدا جدا. البرلمان القادم بيشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في كثيرا من سلطات رئيس الجمهورية. البرلمان القادم أمامه الكثير من المشروعات، مشروعات محتاجة إلى بعض التعديلات، مشروعات جديدة يجب أن تصدر. البرلمان القادم عليه مهام سياسية،
هو استقرار الدولة المصرية. انت عارفة ايه حضرتك لو البرلمان القادم حصل فيه هزة؟ كارثة. احنا ما نتحملش اي مشاكل تانية، يعني ما نتحملش ان الناس تنزل الشوارع، ان الناس تطالب باسقاط البرلمان، ما نتحملش ان البرلمان القادم يأتي مشوها بفصيل من الاعضاء اصحاب المال السياسي او الحزب، بعض اعضاء الحزب الوطني المنحل من الفاسدين الحزب الوطني، في ناس كويسين برضو، او من تيار الاسلام السياسي. هتبقى في مشكله كبيره جدا لمصر، والاجراءات التي تتخذها الدوله المصريه لعدم حل البرلمان انا بايد هذه الاجراءات. ولكن للاسف انا بقول بقى للاحزاب السياسيه، كل الاحزاب الكرتونيه اللي كل يوم بنقرا خبر حزب الجبهه يجتمع ما اعرفش مع جبهه ايه، حزب ايه يجتمع ايه ويرجعوا ينفصلوا، والتجمع مش عارف يخاطب مين وبعد كده ينفصلوا، الفائز مين؟ الفائز هو الكلام اللي انا بقوله ده، الفائز الاعضاء اللي هم اصحاب المال السياسي، الفائز بعض تيار الاسلام السياسي، وما انا ما بهاجمهمش كلهم، بس الاخوان وانا باكد لك من الان بيجهزوا، وفي مال سياسي وفي مال دخل فلوس دخلت البلد في الفترة الأخيرة بشكل مكثف جدا كبير جدا من أجل البرلمان. هذه المهاترات وهذه الصراعات بين الأحزاب السياسية ستأتي بنتيجة وخيمة جدا. يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي يمكن في كثير من اللقاءات وآخره في الفطار اللي كان موجود في رمضان بيقول لهم يا جماعة احنا عايزين نتوحد، احنا عايزين قائمة او ندخل بقائمة موحدة. هو خايف، عنده مخاوف الرئيس عبد الفتاح بمنتهى الأمانة، لأنه شايف عملية تهرتلة، شايف نزاعات بين كل مختلف الأحزاب السياسية، الكل عايز يفوز بالكعكة، في صراعات أنا هاخد قد إيه من مقاعد البرلمان، ومن المستفيد؟ المستفيد هم طيور الظلام الذين يخططون تحت الأرض للاستيلاء على البرلمان لإسقاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، ده مهم جدا لأن البرلمان برضه ليه سلطات سحب الثقة من الرئيس. يعني عفوا نتوقف هنا قليلا وتبقى معنا أيضا مشاهدينا بعد فاصل قصير نطالع موجز بأهم وأبرز ما ورد علينا من أخبار حتى الآن. يعني عودة مرة أخرى لاستكمال هذه الفقرة الصباحية الصحفية وما ورد إلينا من أهم وأبرز الأخبار، وكنا نتحدث عن خبر من جريدة أخبار اليوم عن البرلمان القادم وما صدر من تعديلات تشريعية مؤخرا من الحكومة المصرية، وكنت ومعي في الاستوديو أيضا ضيفي سليمان فؤاد الكاتب الصحفي ونائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية. كنا نتحدث منذ قليل أستاذ سليمان عن بعض المخاوف من سيطرة رأس المال على مقاعد البرلمان أو تحديد مصير مقاعد البرلمان القادم أو حتى عودة بعض وجوه الحزب الوطني مرة أخرى لتصدر المشهد الانتخابي، يعني هل كيف تعلق على هذا الأمر أو كيف ترى هذا الأمر؟ ما هذه المخاوف مشروعة، يعني إحنا لازم ده بالعكس اللي أنا متابع جاي جدا للتيارات السياسية والأحزاب السياسية والمهاترات التي تحدث في الشارع السياسي. للأسف الشديد ده هرتلة يعني حتى الآن صراعات الجبهة زي ما قلنا قبل كده والتجمع مش عارف يتحالف مع مين وحب مصر بقى. يعني فيها هرتلة، الهرتلة دي بيستخدمها مين؟ اللي هم الناس اللي بتجهز بقى تحت الأرض. هو التيار بعض عناصر تيار الإسلام السياسي بيخططوا بشكل جيد جدا وعندهم استقرار وشغالين بشكل جيد جدا. هناك تقارير بتؤكد ان بعض عناصر من الـ الاخوان المسلمين، الوجوه بقى اللي هم في الترتيب الثالث في جماعه الاخوان المسلمين، وجوه غير معروفه، دول بيجهزوهم بشكل كبير جدا، وفي فلوس دخلت في الفتره الاخيره غير مرصوده. هو المخاوف ان يكون البرلمان القادم هو أصحاب المال السياسي من بعض الفاسدين أو بعض الوجوه من الفاسدين من الحزب الوطني، وبرضه بقول الحزب الوطني مش كله فاسدين عشان ما نظلمش 3 مليون، لا في ناس على رؤوس عائلات، وأنا راجل من الصعيد، في ناس على رؤوس عائلات محترمين كتير جدا وكانوا ينتمون إلى الحزب الوطني. هي المخاوف ده في النهاية يجينا مجلس النواب أو البرلمان اللي بنسميه البرلمان المشوه، في النهاية
هيبقى في مشاكل بينه وبين مؤسسه الرئاسه، مشاكل كبيره جدا، لانه البرلمان القادم له صلاحيات في منتهى الخطوره، منها صلاحيات ان ممكن بشروط ان ممكن يعزل رئيس الجمهوريه، وده اللي بيخطط ليه. اللي هم ما طالوش مصر في العمليات الارهابيه، ما طالوش مصر في حملات التشكيك الدوليه، واخرها المؤتمر اللي كان موجود في نيويورك امبارح واللي كان حضره وزير العدل الامريكي، ما طالوش ان هم بيضغطوا دلوقتي كيري في طريقه الى مصر للي هو الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحده الامريكيه. الواشنطن بوست قايمه بحمله ضخمه جدا، لابد من الضغط على مصر، وما فيش حريات وما فيش ديمقراطيات، واللعب اللي بيمارسوها ضد الشعوب اللي هم بيحاولوا ايه، سياسه لي الزراع وتكسير العظام. كل المحاولات دي هم عارفين ان هي هتبوء بالفشل. هم بيعملوا ايه؟ حاطين عينيهم على البرلمان. البرلمان مهم جدا اللي هم يحدثوا بعض المشاكل لمؤسسة الرئاسة، مهم جدا اللي هم يخلوا الناس تنزل الشوارع التانية مره اخرى، مهم جدا اللي هم يعطلوا مشروع التنميه واعاده هيكله الاقتصاد المصري. هم شايفين الدوله المصريه بتتقدم بشكل كبير جدا، شايفين الدوله المصريه بتعيد بناء جيش من الجيوش القويه، جيش مصر الان يعني بدون فخر، يعني هم بيقولوا ترتيبه 11 او 13 على العالم، انا بدون فخر ممكن اقول ترتيبه 7 أو 8 على العالم بعد الاسلحه المتطوره الحديثه. هناك الكثير من الصفقات مع الجانب الروسي سوف يعلن عنها خلال المرحله القادمه. انا بناشد من خلال البرنامج بتاعك يا استاذه ايمان كل الاحزاب السياسيه، بقول لهم يا جماعه كفايه هرطله سياسيه، حطوا أعينكم على مصر، خلي بالكم أن مصر ما زالت في خطر، المعركة مع الولايات المتحدة الأمريكية لم تنتهي، ومن يتصور أن معركتنا مع الأمريكان أو مع المشروع الصهيوني بعد 30 يوليو أنها انتهت، فدي بلاها سياسية. المعركة بدأت بالفعل، ولكن قطع الشطرنج الموجودة على الطاولة بيتم تغييرها، وبيتم الدفع بسيناريوهات أخرى أكثر سخونة، وعلينا أن ننتبه. وأنا بقول للأحزاب السياسية وفي قيادات أنا بحترمها جدا، خلي بالكو البرلمان القادم إما يدفع مصر إلى الأمام أو للأسف الشديد هيجبنا على حافة الهوية. نعم، يعني يا أستاذ سليمان فؤاد الكاتب الصحفي ونائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، جزيل الشكر لك على هذه الاستفاضة في التحليل والعرض لما ورد معنا اليوم أو صباح اليوم من عناوين ومنشطات وأخبار. شكرا لك. شكرين يا أستاذ. وشكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة. فاصل قصير ونستكمل ما تبقى لنا من فقرات هذا الصباح، فابقوا معنا.